Okay, now let's see. This is a message for Casino Tech. Please call 079-63-496-108. 2. For Alpha Co, please call Tom Black on 07762-795-979. 3. Hot Designs, telephone 01865-354-091. That's 01865-354-091. 4. This is a call for Dan Smith at Brandlink. Please contact Sally 07581-395-563. 5. This is a message for Helen Smith at Nostrum. Please call Melanie on 01865-990-312. Notice, ما حكولنا 12, 12, ما حكولنا 63. Usually when you say the telephone numbers, you say each number by itself. نقرأ كل رقم لوحده منع للالتباس. لأنه إذا في رقم واحد خطأ in the phone number, معناته إحنا مش رح نتصل بالجهة المطلوبة. So this is the idea here. طبعاً this is just for practice. Notice, يعني فقط to practice how to say the numbers. Now, let's go to work skills. Spelling names. How to spell your names. طبعاً لأنه أحياناً كثير also at work, if there is a mistake in the name, إذا في عندنا مشكلة في الاسم نفسه ممكن إنه يفرق معانا بالشخص اللي بدنا نحكي معه. هلا to spell names you need to know the alphabets اللي هي الحروف الهجائية. We have 26 letters موجودين لنا starting from A and we end at Z. Now we are going to listen. Some of you might think إنه this is very simple, إنه this is childish, إنه يعني هذا مستوى أطفال. بدي إياكم تسمعوا مظبوط. تلاحظوا لي which letters into you spell them or you pronounce them not in the right way. Okay, let's listen. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, now notice when you pronounce them, أكثر حروف students usually, they mispronounce them. بيحكوا لنا F. You don't have F. F. بيحكوا لنا M. ما في M. M. Okay, you have L وليس L. Now, if you look, راح تلاحظوا أنه في عندكم بعض الحروف لها نفس الصوت. مثلاً,
بنقول أي. في عندكم مثلها جاي، كي، حتى إتش قريبة منها بالصوت، لكن الفرق إنه أي بيجي عندكم صوت العلة بعدين، وجاي وكي بيجي صوت العلة في الأخير، لكن الإتش بيجي صوت العلة في البداية. فنوتس ذس. هلا في عندكم إف وإل وإم وإن وإس، لهم نفس الصوت، ببلشوا بإي بعدين بيجي معكم الصوت الآخر. في عندكم الحروف بي، سي، دي، إي، تي، بي، لاحظوا إلهم نفس الصوت، نعتبرهم إخوان. هلا في عندكم حروف مختلفة ما في أي حرف بيشبهها، مثل مثلا حرف الكيو، حرف الار، او، يو. طبعا في زي دي لها نفس الصوت. في عندي دبليو وليس دابليو، كثير طلابنا ما بعرف ليش بمطوها، اتس دبل دبل، يعني في عندي يو دبليو انها دبل تنتين يو. وي هاف اكس واي اند زد. فلاحظوا this is the idea. فانتبهوا، ما بدي اسمع واحد فيكم بيقول لي اف او ال او ام. ف this is the idea. هلا why? Because you are going to practice these letters. Now here we have labels of cities, and each city it has بنسميها short form او initials، بنسميها acronyms للحروف الاولى اللي بتدل عاده على الكودات الدوليه. ف we are going to match them. This is simple enough كمان، انه each city what are the letters that stand for it. Now I want to listen to you. لازم تقرأوا لي إياهم حتى تلفظوهم. الفكرة مش إنه والله لوس أنجلوس إنه إيه والله سهلة هاي LAX، يلا لا، بديكم تحكوا لي كل حرف بذاته اللي LAX. فإحنا الفكرة عنا بدنا نسمع الصوت. Okay, who would like to start؟ مين فيكم حابب إنه to read them؟ Let's see. Raise your hand للي حابب إنه هو يقرأهم. طبعاً one by one، كل واحد يحل واحدة. شو رأيكم؟ Don't feel shy، لا تخجلوا يا جماعة. اللي فيكم at work وcan't، ما في يعني ما في مشكلة. But let's see اللي فاضي فيكم who can do it. اوكي يلا آية أو ياسمين، مين فيكم اللي بدها تقرأ لنا؟ آية. يلا يا آية، let's see. Amsterdam. AMS. AMS يعني مبدئيا this is good، بس لاحظي أي، الأي بدك تسمعيني صوت الأي في الأخير. So Amsterdam is A. MS. MS. AMS. Yeah, thank you. كويس اللي قلتي لي اس وليس اس. Now اس. Berlin، let's see. Berlin، who would like to do it? B E R. Just a minute. Okay، هلا as I said Amsterdam، okay لأنه it has gone A M and S. Now let's see Berlin. Who would like to do it? يلا يا أسيل. برلين. Yeah. هلا هي مش برلين. In Arabic برلين. In English Berlin. Berlin. Yeah. B E R. Thank you. انتبهوا لي لمعلومة. R in English language. دائما يا جماعة خففوها قد ما بتقدروا، منقولش R والR. دائما لما بتلفظوا حرف الR بالذات لما بيجي بنص الكلام أو بالأخير، دائما طرف لسانكم بلعوه لفوق، بمسنكم Berlin B E R. But this is the idea. لا تقولوا R. This is not Arabic. ما بنعملها drilling. فحسوا حالكم يعني عادة حرف الR وكأنكم عم تقرطوا،
حرف الار، فدائما خففوه. اذا خففتوه بصير الصوت عندكم اسهل when you pronounce. اما اذا قلنا مثلا برلين، حتى انتم بتحسوا انه صار في عندكم ثقل when you are pronouncing or speaking. يلا ريزان، كايرو. C-A-R. Thank you. Excellent, Yerizan. Right. Hong Kong, Wajd. Hong Kong, H-O-N. Okay. كمان مرة. أول حرف مش مزبوط. شاوري حالك يا واجد. H. H. مش H. A. بيطلع معاكي أول إشي تطلعي. هلأ هو حرف واحد لكن له أربع أصوات. A. I. T. Sh. H. A. بيطلع معاي أول إشي صوت ال A. ال H صوتها عبارة عن صوتين، اللي هو صوت ال I لحق ال A سوري، وبعدين يجي وراكم T. طلعوا في بيطلع معاي أربع أصوات لحرف واحد. H وليس H. H هذه من المعلومات المغلوطة اللي إحنا تعودنا عليها. Be careful. Number six. Mexico City. براءة. M E X. Thank you. M وليس M. Thank you. Good يا براءة. ليما. ليما. ياسمين. يلا ياسمين. L-I-M. Thank you. L-I-M. Miami. Okay, who'd like to do it? Different fingers, يا جماعة. براءة. يلا يا براءة. M-I-A. Thank you. M-I-A. And let me see. Iman. يلا يا إيمان. كراكس. كراكس هي عاصمة فنزويلا. سي. Thank you. سي اس. Thank you. سي سي. لا بدي اوقف عند الحرف الاخير او الصوت الاخير. سي 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 اس. اس وليس اس. اس. يا اس. This is the idea. بنتدرب. طيب finally بانكوك. Bangkok, okay. Let me see. Khulud, yalla ya Khulud. B K K. Thank you. B K K. What's wrong? Just a minute. طيب تبهولي لا the word اسم المدينة. ممكن حدا يقرأ لي اسم المدينة؟ Okay. Khulud, إيش اسم المدينة؟ Bangkok. Bangkok, thank you. Which letter is not spelled? أنو حرف ما لفظناه؟ G. G, thank you. حدا فيكم بيعرف ليش؟ Now, G اللي هو بيطلع معنا الصوت G. والك, both of them بنسميهم حروف حلقية. بيطلعوا من الحلق. صعب جدا إني أنا أطلع صوتين بيطلعوا من نفس المكان في ذات الوقت. فلما نيجي بنقول بانج كوك صعب جدا علينا، ففي هاي الحالة يفضل انه احنا نحذف صوت فيهم، فبنحكي بان كوك، ففورا بينحذف معاكم الصوت الاول ما بيطلع معنا لسهولة اللفظ، which is طبعا easier، يفضل دائما. فلاحظوا هاي المعلومة وكتير بتمر معنا. اوكي يلا let's continue. Now, listen and check. Now, had نفس الشيء. Listen, read the conversation. طبعاً, here we have the same idea. What is M-E-X? It's Mexico City. What's L-I-M? It's Lima. So this is the practice and we are going to do this. تقريباً, إحنا عملنا نفس الشيء. Now, 1.11. Listen, read the conversation. This is very important. لأن هون في عندنا مهارة اللي هي how to ask about names اللي هي spelling. Let's listen.
Zero. Can you spell that, please? Yes. Kyra. K-Y-R-A. K-Y-R-A. Is that right? Yes. And Tejero. T-E-J-E-R-O. Okay. So, usually when someone introduces himself for the first time, this is a key function here, how to ask for spelling. The word is, can you spell that? When we say spell, يعني هجئ. هجئ يعني أعطيني the name, حرف, حرف. هلا, notice the word we use is spell. طبعا هذا أحد الأسئلة الأساسية اللي بتجيكم دائما. And بكون عندكم the missing word اللي هي كلمة spell. بكون عندكم كلمة say. عندكم كلمة pronounce. عندكم كلمة write. يكون عندكم كلمة مثلا repeat or say that again. هلا, look at the answer. إذا كانت الانسر موجودة عندكم like this اللي هي capital letters, each letter by itself, كل حرف لوحده, and you have a dash between each letter, معناته we are asking about spelling. فهاي بنسميها مهارة أساسية. The question, can you spell that please? And from the answer you can see yes, Kyra, K-Y-R-A. Notice, for all, always remember, spell معناها بنا نهجئ, اللي هي letter by letter. So here, this is the idea. هلا, finally, the last part here, he functions, introductions and greetings. Notice طبعا, in the conference, you have people with each other. كل واحد كان يعرف الثاني. Now, here we have, this is Angela. Angela is going to have some visitors. She is going to meet them. Now, here we have visitors. You have the list of visitors. Anne Rose, Andy Russer, Martin Katz, Marvin Kantner, Len Murphy, Linda Morgan, Fernando Rodriguez, and Fernando Ramirez. She's going to meet some of those visitors at her company. Now, we are going to listen, then we are going to tick the people. We are going to decide which people she is going to meet. Now, we can do this, okay? Now, let's listen to the conversation here. Then, we can decide who are the people. طبعاً from the conversations, 1, 2, 3, you can tell which people she is going to meet. So, let's listen. One. Good morning, my name's Andy Rosser. Good morning, Andy. My name's Angela. Angela Teo. Nice to meet you, Angela. Nice to meet you too. Two. Hi, I'm Martin Katz. Pleased to meet you, Martin. I'm Angela Teo. Nice to meet you, Angela. This is my colleague, Lynn Murphy. Pleased to meet you, Lynn. Nice to meet you too, Angela. Three. Fernando Rodriguez? Yes. Hello, I'm Angela Teo. Oh, Angela. Very nice to meet you. Very nice to meet you too, Fernando. Okay, y'all, let's see. Who are the people she has met? هلا خلينا نشتغل في number two. بنكمل. The missing words, I think you have listened to them, سمعتوها. Then we are going to take the people that she has talked to. Let's start. Good morning. What did he say? My name is. Yeah. طبعا ممكن احكي I am. I am مش خطأ. لكن احنا هنا مرتبطين with what he has said. ايش اللي هو حكى او كيف عرف عن نفسه. So this is the first one. My name's Andy Rosser. So here we are going to take Andy Rosser. Good morning, Andy.
My name's Angela. Angela Teo. Nice to meet you. Meet you. لاحظوا, this is a key word. When you meet people for the first time, we say, nice to meet you. الطرف الآخر شو برد علينا؟ Nice to meet you too. وأنا أيضا سررت برؤيتك. Number two. Hi. I am. Or I'm. مكتوب عندكم I'm. فألفظوها I'm. I'm Martin Katz. معناته here we are going to take Mr. Martin Katz. This is the second person she is going to meet. Pleased to meet you, Martin. I'm Angela Teo. Nice to meet you, Angela. Thank you. Yeah. This is my colleague. What's the meaning of colleague? The word colleague. Do you know the meaning of colleague? Okay. Colleague معناها زميل. اللي هو someone we work with or someone we study with. ف this is the word colleague. وانتبهوا للصوت تبعها لأنه كتابتها كمان مختلفة اللي هي COLLEAGUE. هاي معناها colleague. زميلكم في الدراسة نسميه colleague. زميلنا في العمل بنسميه colleague. بدي اياكم تميزوا لي اياها between the word college اللي هي كلية. You have different words, مختلفات باللفظ ومختلفات بالكتابة, لكن أحياناً كثير طلابنا بيلخبطوا فيها. فانتبهوا. You are studying at Amman Training Center أو college اللي هي كلية, and colleague اللي هي زميل. Now let's continue. Nice to meet you, Angela. This is my colleague, Len Murphy. So here we are going to take the name Len Murphy. Pleased to meet you, Len. Nice to meet you, Angela. Finally, Fernando Rodriguez. So here we are going to take Fernando Rodriguez, not Ramirez. Yes. Okay, continue. Hello. Hello. Yeah. لاحظوا دائما في التحية. Hello. Hi. جميعها نبدأ فيها. Okay, I'm sorry, just let me check. Okay, hello, oh, hi, same. ما في فرق بيناتها. I'm Angela Teo. Oh, Angela. What is nice. Thank you. Very nice to meet you. And he answered back. Very nice. Or she answered back. Very nice to meet you too, Fernando. So here is the idea. Okay, is this clear? Yes. Okay, good. Now, let's see. Here we have people working together, Jess, Tariq, and Ross. So they are colleagues. اللي هي زملاء في العمل. Now, they are talking to each other. We are going to check the conversation. This is number one, this is number two. Okay, let me draw a line here. So, we are going to check the phrases that they use with each other. راح يستخدموا مصطلحات مع بعض. So we are going to listen, then we are going to take the phrases that they have said to each other. One. Good morning. Good morning. How are you? Great. And you? Fine, thanks. Two. Hello. Hi. How are things? Good. And you? Pretty good. Okay, yeah. Let's take the phrases they have said to each other. The first one, they started with?
Good morning. Good morning. Yeah. Then? How are you? Good. Okay. What else? Hi. You don't have hi here. لاحظوا أنا حطيت خط حتى ما تلخبطوا. This is conversation number one. نمشي horizontally بشكل أفقي. Okay. Great. Yeah. حكت له great. Yeah. And when she asked back, شو حكى لها? Fine. Thanks. Fine. Yeah. Number two. Hi. Hi. Okay. He asked about things. How are things? هلا, what did she answer? Good. Good. حكى لها, and you, وأنتي. She said, pretty good. What's the meaning of pretty? جميل. Do you think إنه هنا جيد؟ Do you think إنه معناها جيد؟ جيد. جيد جدا أو جميل بيجيها معنين. Thank you. لا, just a minute. هلا جدا. Good is an adjective. فأي كلمة بتيجي قبلها بنسميها intensifier. هي كلمة تضيف لها شيء. هي بتكون نوع من أنواع الادفيربس. بما إنه حطينا pretty before good قبل الصفة, معناته هي زادت جدا من الصفة. جيد جدا. فpretty تقريبا هي معناها very good. فانتبهوا, هون هي ليست صفة. فبالتالي معناها ليس جميل. هون معناها بمعنى very good. Pretty good. أو إلى حد ما. يعني quite تقريبا. ممكن كلمة تانية أستخدمها اللي كلمة quite. تعرفوا كلمة quite؟ Quite بمعنى إنه يعني لا بأس. جيد إلى حد ما. Which is really good. لكن لما أقول she's pretty, هاي صارت صفة بمعنى هي جميلة. الأجانب or American people كثير بيستخدموا كلمة pretty good بدل كلمة very. هي مش very, مش quite, هي بينهما. بس with practice تقريبا نتعلم عليها and we learn it. يعني بتمر معنا step by step. Okay, let's continue. Now, focus, complete the table with these phrases. Now, here we have phrases that we use for introductions. Introductions, اللي هي when you introduce yourself for the first time. Greeting friends and colleagues, لما بنقدم التحية للأصدقاء أو الزملاء. طيب, هلا we are not going to write them. ما في داعي إنه نكتبهم كلهم. لا, بكل بساطة, what are we going to do? We are going to write either I, introductions, or G. هيك بصير أسهل معنا. The first one is done for us. My name's Angela. This is introductions. تعرف على حالها. Let's see. Good morning. Greeting. And? And? Please. And introductions. If you start the conversation, إذا أنتوا اللي بدأتوا بالحديث بتبلشوا good morning. الشخص الآخر شو بيعمل؟ برد علينا وبيحكي لنا good morning. معناته good morning it could be used for both of them. نستطيع استخدامها مع تنتين for introduction and greetings. يعني ممكن يطلع عندكم بعض الكلمات تستخدم for both of them. How are things? Greeting. Thank you. Yeah, this is going to be with greeting. مش معقول تشوف واحد أول ما تشوفه تقول له كيف حالك؟ لا, لازم نقول له صباح الخير. بعدين, how are things? Hi. Introduction. And? Greeting. And greeting. Of course, واحد بقول لي hi. برد عليه بنقول له hi or hello. This is going to work both ways. Nice to meet you. Greeting. Or? Introduction. Introduction. هاي بالبداية. لما أنا بعرف عن حالي, لما يعرف عن حاله بقول له nice to meet you. This is going to be in the introduction. لكن nice to meet you too. هاي بتصير بالgreeting اللي وراها.
Hello, اتفقنا عليها مثل I اللي هي introduction and greeting. Yeah. How are you? Greeting. Greeting. This is Andy Russer. Introduction. طبعا introduction. عم بنعرف على زميلنا. Fine. Thanks. Introduction. Greeting. ممكن الواحد greeting. طبعا واحد سألني how are things بحكي له fine. Thanks. بس مستحيل تكون بالمقدمة. Fine thanks في نهاية الحوار لما يسألني عن صحتي. Pleased to meet you. هي نفس كلمة nice to meet you بالبداية اللي هي introduction. Very nice to meet you كمان. It's going to be the same اللي هي introduction. طبعا nice to meet you too. Very nice to meet you too. Very pleased to meet you too. هاي بتكون greeting. Good evening. Yeah. I'm Martin Katz. Introduction. يا هلا انتبهوا لهاي المعلومة يا جماعة. طبعا هيك بتجيكم نمط الأسئلة. إما you have the introduction وبدكم تعطوني the greeting. طبعا السؤال خيار متعدد. أو بالعكس بعطيكم the greeting وأنتوا بدكم تعطوني the introduction. هاي بنسميها direct question. سؤال مباشر. بعطيكم A بتعطوني B. بعطيكم B بتعطوني A. هلا النمط الآخر اللي هو هلأ استخدمناه اللي هي بحكي لكم My name's Angela. This expression is used for. يستخدم هذا التعبير لماذا؟ ومن ضمن الخيارات بيكون في عندكم introductions أو greetings. في هاي الحالة إيش السؤال تبعنا بيكون الجواب introductions. فإحنا ممكن نعطيكم الفانكشن أحكي لكم اختاروا الجملة اللي بتعبر عنه أو نعطيكم الجملة نحكي لكم أعطوني الفانكشن اللي بيوصف هاي الجملة. فهاد سؤال رسمي موجود عندكم في جميع أنماط الأسئلة whether بالفيرست بالسكند بالفاينال وفي أسئلة الشامل. You have to be very careful. فإحنا لما بنسأل هون لاحظ the function here you have two functions. Introductions هاي أول function وgreeting اللي هي the second function. You have two functions here. Now match the two parts of the conversation. Do the matching. Good afternoon. طبعا في أشياء already واضحة معانا. Good afternoon. The answer is good afternoon. Good afternoon. بينفع أحكي له good evening? No. 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 And we talk about different parts of the day. How are you? Fine. Thanks. Yeah. Okay. Just a minute.